وللحديث أكثر عن ملف وجود القوات الأجنبية في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا بك معنا أستاذ محمد. تحية طيبة لكم سيدي والمشاهدين الكرام. أهلا بك سيد محمد. يعني لجنة الأمن والدفاع البرلمانية قالت إن عمليات الانسحاب الأمريكي ستبدأ في شهر تشرين الأول المقبل، فيما كشفت مصادر في وزارة الدفاع أن خريطة الوجود العسكري الأجنبي لن تتغير في العراق. ما هو السبب وراء هذا التضارب في التصريحات الحكومية برأيك؟ يعني سيدي الكريم، هذه ليست المرة الأولى التي تحدث بها يعني حكومات عراقية وأحزاب وبرلمان بأنه القوات الأمريكية سوف تخرج من العراق. هذا حديث سابق، يعني سبق له سنوات أنه الأمريكان سوف يخرجون من العراق، لأنه لدينا الآن مرحلة انتخابات، وهذا سوف تكون ورقة انتخابية لهذه الأحزاب أنه يقنعون مرشحيهم بأنهم يعني طرف مقاوم وأنهم يحاولون إخراج الأمريكان من العراق، أنه الأمريكان وحتى يعني هم جزء من التحالف الدولي الموجود في العراق وقوات حلف الناتو لم يخرجوا من العراق. لا توجد مثل هكذا تفاهمات، يعني حقيقة هي دعاية انتخابية لا أكثر. الأمريكان مصرون على التواجد، لديهم يعني قواعد كبيرة جدا في العراق يقومون على تدعيمها. هذه القواعد يعني تعتبر من القواعد الكبرى في المنطقة التي تشرف على عمليات كبيرة سواء كانت عسكرية أو سواء كانت غير عسكرية غيرها. يعني لم يصرح أي طرف أمريكي حقيقي، يعني سواء كانت على مستوى الحكومة أو غيرها، بأن هنالك انسحاب حقيقي من العراق كما حصل في دول أخرى. يعني بعد الانتخابات هل تتوقع أن تتراجع هذه التصريحات ويعني الخاصة بخروج القوات الأمريكية؟ يعني بالتأكيد سيدي الكريم، الآن نحن نمر في مرحلة انتخابات. هذه الانتخابات يعني هؤلاء الذين يدعون يعني محور المقاولة، يدعون يعني هم يعني محور مقاومة، يدعون بأن هنالك يعني قد يكون إخراج الأمريكان وكما حدث في أفغانستان. بالعكس، ما حدث في أفغانستان كان هنالك تفاهم أمريكي مع طالبان. الاستخبارات الأمريكية قالت إن هناك 4 دول عربية بينها العراق تمثل تهديدا لأمريكا حاليا. يعني تفسير هذه التصريحات في هذا التوقيت يأتي بنفس هذا السياق أم يعني أنها تأتي لتمديد فترة الوجود العسكري الأمريكي؟ لا سيدي الكريم، هذه التصريحات تؤكد بأن هنالك يعني القادم هو تصادم ما بين هذه الميليشيات والأحزاب الميليشيات الموجودة في العراق ومع الجانب الأمريكي، لأنهم يعتقدون بأنه هم يعني قد يمر بمرحلة أفغانستان، لكن مرحلة أفغانستان لا، كانت هنالك تفاهمات ما بين طالبان ومع الأمريكان. أما موجود في العراق حقيقة هنالك عدم تفاهم، هنالك يعني تضارب قوي جدا كبير جدا، يعني الأمريكان قد يكونوا يعني متشددين جدا مع هذه القضية ومع هذه الملف، لأنه ونحن نمر الآن بمرحلة قد تكون هنالك يعني هذه بداية لشرارة، ما يعني تصادم ما بين هذه الميليشيات وما بين هذه الأحزاب ومع الجانب الأمريكي ومع قوات التحالف، يعني لأنه قد تكون هذه الانتخابات القادمة انتخابات يعني غير نزيهة، تمر في مراحل أخرى، يعني قد تكون شوائب، قد تكون هناك عمليات تزوير. فبالتأكيد يعني محور المقاومة الآن في فترة الانتخابات يحاول أن يثبت وجوده بأنه هو سوف يخرج الجانب الأمريكي، لكن حقيقة من الجانب الأمريكي لم نسمع أي تصريح بأن هناك خروج، بل الجانب الأمريكي يؤكد بأن هناك قواعد في العراق، قواعد في مناطق أخرى، هي هذه القواعد الرئيسية التي يعتمد عليها في عملياتها، في العمليات التي تجري الآن حاليا والتي تجري يعني قادما. ويعني هو الجانب الأمريكي هو الذي دعم هذه القوات في مواجهة يعني داعش وغيرها من العمليات الإرهابية التي هم يعني يدعون بأنهم واجهوها منفردا. هذا التصادم هل سيأخذ شكلا عسكريا سيد محمد؟ يعني هنالك قد تكون هنالك يعني اشارات بانه ما حدث الان في المنطقه يعني بحكم الديمقراطيين الان قد تكون هنالك يعني جوانب عسكريه اكثر مما هي سياسيه. الديمقراطيون يميلون لهذه الامور في التفاهم مع الجماعات العسكريه، ولكن بالتاكيد نحن لا نتوقع
بأنه هذه الميليشيات الموجودة في العراق سوف تتخذ أي خطوة عسكرية تجاه الأمريكان، لأنه الأمريكان سبق وأن جربوهم أعطوهم الفرصة. يعني حتى هذه الميليشيات كان لها دعم شعبي من قبل يعني من قبل جمهورها في اتخاذ أي عمل عسكري ضد الأمريكان، ولم يتخذوا أي عمل عسكري ضد الأمريكان. بالعكس، عندما هددت أمريكا بأنها ستخرج سفارتها من بغداد، هذه الميليشيات كانت أول من أوقف عملياتها وأول من دعا الأمريكان إلى أنه يقوم في العراق. فبالتأكيد يعني يعلم هذه الميليشيات، تعلم هذه الميليشيات بأنه بقاء الأمريكان هم بقاء لهم، ولم يتخذوا يعني أي خطوة عسكرية لا سابقا ولا الآن، وسوف لن يتخذوا أي خطوة عسكرية تجاه الأمريكان. الموضوع عبارة عن إعلام لا أكثر، عبارة عن أوهام جمهورهم بأنهم محور مقاومة لا أكثر. نعم، إذن من برلين كنت ضيفا عبر الهاتف الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي، شكرا جزيلا لك.